ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. مرحبا بكم نسلكم انتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام، موعد جديد من ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين نرجع فيه على أبرز الأحداث الجهوية الوطنية وكذلك الأحداث الدولية. تنجموا تسمعونا على البوند فام 90.3 وإلا على الباش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها بالفرنسي الحياة فام، وبيان تسمعونا على اللايف ستريمينج الحياة فام. ترحب بفريق العمل معايا أيمن ليغا في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعرس في ديجيتال، وسهام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. نوا يسنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي برشا أحداث، برشا حوارات وبرشا تحاليل معمقة. باش نمشيو إلى سيدي بوزيد، نحكيو على الوفاة الفجئية لتلميذة عمرها 9 سنوات بإحدى المدارس في سيدي بوزيد، والنيابة العمومية تفتح تحقيق في الغرف. باش تكون عندنا قراءة في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة ذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي وانتقادات الذي على مبادرة الخلاص الوطني لنجيب الشابي. بتكون عنا قراءة اقتصادية لمشاركة وفد تونسي اليوم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وعربيا في ديفيغ نيوز نحكيه على تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وفي القدس المحتل، مع يعني تصاعد الاعتداءات متاع المحتل الصهيوني يشن غارات على قطاع غزة ويواصل اقتحاماته للمسجد الأقصى. هذا وأكثر يسنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي، مرحبا بكم الناس الكل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. الأكتواليتي لليوم باش نسكن معايا إلى ولاية سيدي بوزيد. البارح تم الإعلان على وفاة فجئية لتلميذة عمرها 9 سنوات في المدرسة. باش نعاودو نرجعو على هذه الحادثة ونحاولو نعرفو أسباب الوفاة، خاصة وأن النيابة العمومية يعني فتحت بحث في الغرض. لأكثر تفاصيل معنا بالتليفون سيد جابر الغنيمي، مساعد أول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم حاكم سيدي بوزيد. سي جابر الغنيمي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي جابر، الوفاة البنية عمرها 9 سنوات كانت بصفة فجئية، والنيابة العمومية تفتح يعني بحث في الغرض، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل بخصوص هذه الحادثة، وهل تبين السبب الحقيقي للوفاة أم لا؟ هو بالنسبة للموضوع الحادثة تتمثل في أنه أمس موافقة 18/2022 فما بنية الله يرحمها عمرها 9 سنوات كانت بصدد مزاولة دراسة بدها في القسم في أحد المدارس معناتها في المنطقة البلدية، ومعناتها المعطيات الأولية تقول أن معناتها فاجأتها المالية ومعناتها توفت في القسم. النيابة العمومية أذنت لأحد الوحدات الأمنية بفتح بحث في الموضوع من أجل وفاة مسترع فيها، وتم الإذن بعرض البنية الله يرحمها على التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، ونحن نستنوا في نتيجة التقرير الطبي. مازال ما صدرش التقرير الطبي؟ لا، مازال التقرير الطبي مازال ما صدرش باش يحددنا بالضبط شنو الاسباب تاع الوفاة. سي جابر، علاش الوفاة هذه مسترابة؟ علاش اعتبرتها النيابة العمومية مسترابة وفتحت فيها بحث؟ شوف هو علاش اعتبرتها مسترابة؟ حبينا معناتها نعرفوا هل انه معناتها فما باش نحن نزيلوا الغموض ونزيلوا كل شك، حبينا نتاكدوا معناتها بأن الوفاة هذه هي وفاة معناتها ناتجة عن سواء طبيعية وإلا نقول فما أسباب أخرى. هذاك علاش هو لأنه
كنيابه العموميه معناتها من الناحيه الفنيه والناحيه الطبيه معناتها ما تنجم بالحق معناتها يكون عندها الجزم واليقين الا بناء على تقرير طبي من طبيب معناتها تاع التشريح يحدد الاسباب الحقيقيه معناتها تكبر في حال الوفاه الطبيعيه ولا كما سبب اخر. هل انطلقت الاستماعات سي جابر الغنيمي في هذا البحث؟ هو كما قلت لك الثوره وقوع العمليه معناتها ثوره معناتها العلم النيابه العموميه بوفاه التلميذه هذه في القسم اذنت معناتها في نفس الوقت بفتح بحث في الموضوع وكما قلت لك تم العرض على الطبيب الشرعي وتوا بدات السماعات بخصوص بطبيعه الحال. شكون الاطراف اللي تم السماع عليهم؟ لا هو توا كما قلت توا باش تبدا السماعات. باش تبدا السماعات بطبيعه السماعات تشمل بطبيعه على شهود اللي حضروا اللي كانوا سواء المعلمه في الدرس والا معناتها التلامذه اللي بطبيعه الحال كانوا يزاولوا في معناتها دراستها معها ولا كذلك حتى الوالده نتاع البنيه لكن ما كانت توا هي اليوم باش معناتها قامت عمليه الدفن نتاع البنيه ذاك علاش حتى معناتها مورالمون ما نجموش يسمعوا ام البنات. نشكرك برشا سي جابر الغنيمي المساعد الاولي وكيل الجمهوريه وناطق رسمي باسم حاكم سيدي بوزيد، يعطيك الصحة على تدخلك معنا وللإشارة فإنه قبيلة شوية يعني فما فيديو راجع على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتشيع جثمان هذه الفتاة الله يرحمها عمرها 9 سنوات توفيت البارح بصفة فجئية وتم نقل جثمانها إلى المدرسة اللي تقرأ فيها في مدينة سيدي بوزيد. طبعا الأبحاث باش تنطلق اليوم في انتظار إنه نعرف الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة بعد صدور تقرير الطب الشرعي. ريكاب ميدي. هذا ريكاب ميدي متواصل معاكم حتى لساعتين في ريكاب ميدي باش نرجعوا توا على ابرز الاحداث على الساحه السياسيه في تونس. خطاب رئيس الجمهوريه البارح بمناسبه الاحتفال بذكرى 66 لعيد قوات الامن الداخلي وابرز الرسائل السياسيه خاصه مع وجود مبادره جديده او جبهه جديده جبهه الخلاص الوطني في تونس. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع ليها شان العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بكم اهلا المستمعين والمستمعات ومتابعي الحياة فهم. شكرا جزيلا لك. دونك باش نرجع باكثر تفاصيل وتحليل مع الكاتب والمحلل السياسي السيد صلاح الدين الجوشي تسويت في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. سي صلاح الدين الجوشي عسلامة، مرحبا بك على اذاعه الحياة فهم. اهلا وسهلا، مرحبا بكل الساده المستمعين والمستمعات لاذاعتكم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. البارح سي صلاح الدين تبعنا خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي، يحكي على برشا نقاط من بينهم الانتقادات الموجهة إلى المعارضة في تونس واللي وصفهم يمكن أبرز كلمة البارح خرجت من هذا الخطاب، خصماء اليوم خصماء الأمس أصبحوا حلفاء اليوم. قراءتك ساعة في مجمل الخطاب البارح للرئيس؟ هو يعني رئيس الجمهورية خطابه كان مهم بالنسبة لقوات الأمن الداخلي، وبالتالي ليس لدي تعليق حول معظم عناصر الخطاب، ولكن ما هو غير عادي هو أن يتوجه رئيس الجمهورية لقوات الأمن الداخلي بخطاب يتضمن رسائل سياسية مباشرة وأن يحدثهم عن المعارضة، أي يحدثهم عن خصومه في العمل السياسي وفي النظرة إلى الأوضاع، وهذا بطبيعة الحال أمر لم نعهده في تونس، وقد يترتب عنه نتائج وسلوكات نريد للتجربة الديمقراطية في تونس أن تتجنبها بعد نهاية العهد السابق، لأن عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن خصومه السياسيين بتلك الطريقة وأمام أمنيين
فهذا قد يتضمن أو قد يستبطل معناها إيحاءات بضرورة مواجهة هذه الأطراف بطريقة بطرق غير سياسية أي بطرق أمنية. أتمنى أن يكون رئيس الجمهورية ليس هذا واردا في خطابه أو في تفكيره، ولكن توجيه خطاب سياسي إلى الأمنيين مثل العسكريين هو أمر غير معهود به في تونس كدولة مدنية وتريد أن تكون دولة ديمقراطية. رئيس الجمهورية البارح زاد في الكلمة اللي ألقاها كان حكى على من يدفعون إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في تونس، ووجه انتقادات كبيرة خاصة للقاء رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي مع الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي. شوف يعني أنا الحقيقة ما سمعتش بأنه تم هناك نية وسعي لتشكيل حكومة ثانية في تونس سواء في المهجر ولا داخل تونس، وربما رئيس الجمهورية أراد أن يقول أن خصومه قد يدفعون في هذا الاتجاه، وبالتالي وكأنه يريد أن يثير المخاوف لدى التونسيين من أن السيناريو الليبي ممكن أن يتكرر في تونس. المهم إلى أنه إلى حد الآن لا توجد معطيات ثابتة تؤكد هذا التوجه. أما بالنسبة للقاء الغنوشي أو لقاء الشابي بالغنوشي فهذا داخل في اللعبة السياسية، داخل في المناورات السياسية، ورئيس الجمهورية يفترض بأن يكون أكثر شخص يدرك بأن معارضيه لن يبقوا موزعين ومقسمين، وإنما سيبحثون عن صيغ لتعزيز معارضتهم له ولتوجهاته السياسية. وبالتالي الحياة السياسية في تونس وفي العالم وفي التاريخ دائما تقوم على البحث عن المشترك، وتقوم على بناء تحالفات أحيانا تكون هذه التحالفات مفاجئة وغير طبيعية، ولكن تطور الأحداث والظروف تجعل هؤلاء المعارضين ممكن أن يقتربون، ممكن أن يتحالفوا، ممكن أن يشكلوا معناها مبادرات مشتركة. ألمانيا مثلا الآن أمامنا حكومة ائتلافية من زوز أحزاب كانوا متخاصمين بشكل كبير، ولكن نتائج الانتخابات جعلتهم يشكلوا هذه الحكومة الائتلافية. إذا تغير مواقف السياسيين جزء من حياة السياسيين ومن حياة الحياة السياسية، كان يفترض بأنه لا يستغربها رئيس الجمهورية. ولكن هل ينجح أحمد نجيب الشابي في هذه المبادرة؟ شفنا مبادرات سابقة، سي صلاح الدين الجورشي مثلا، مبادرة مواطنو ضد الانقلاب فشلت في تعبئة الشارع، عدة مبادرات أخرى، التكتل والجمهوري أيضا يعني عملوا مبادرة أخرى، ولكن هذه المبادرة أقلقت رئيس الجمهورية. هل أنه فما بوادر لنجاح اليوم ولا لتكتل العناصر اللي موجودة اليوم في معارضة رئيس الجمهورية؟ شوف الفشل في الحياة السياسية فشل نسبي، وما يمكن أن يفشل اليوم يمكن أن ينجح غدا، وهناك يعني أطراف كم بدأت ضعيفة وتطورت بشكل سلبي ثم بعد ذلك انتعشت ونجحت، وبالتالي مسألة الفشل جزء من العمل السياسي. أما بالنسبة لما يقوم به سيد نجيب الشابي لا يمكن الحكم عليه الآن، ولكن أهمية ما يدعو إليه الشابي هو أنه وضعية المعارضة أصبحت مفككة وأصبحت غير قادرة على أن تغير موازين القوى، وبالتالي أصبحت المبادرة بيد رئيس الجمهورية فقط، هو الذي يصنع الحدث وهو الذي يقود العمل السياسي ويقود البلاد بمفرده. بطبيعة الحال في مناخ ديمقراطي يفترض بأن هذا انفراد بالسلطة، وبالتالي من المعقول جدا أن توجد معارضة. المشكلة الأساسية التي تواجهها هذه المعارضة هي أنها مشتتة، وأنها ما بقيت على ذلك الحال فإن الوضع لن يتغير، فبالتالي من المنطقي جدا أن تبادر هذه المعارضة أو بعض أطرافها أو بعض زعمائها لكي يوحدوا هذه المعارضة. والحقيقة مش فهم لماذا ينزعج رئيس الجمهورية إذا كانت هي ضعيفة ومشتتة وأن هذه المبادرة محكومة عليها بالفشل، لماذا تقلق رئيس الجمهورية؟ المهم هو أن هذه الأطراف
يبدو بأنها الآن بصدد التشاور فيما بينها من أجل تجاوز العقبات السابقة، وبالتالي لا أستبعد أنه في لحظة من اللحظات ممكن أن نسمع بهيئة تنسيقية لهذه الجبهة تتكون من أطراف متعددة من بينها النهضة ولكن من بينها أحزاب أخرى. سلاح الدين مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا يا شيخ. احنا شفنا البيان اللي هبط وملاحظتي أنا يعني أنه ما خرجتش على السياق التقليدي، يعني لم يكن فيها، لم تكن عندها جاذبية ربما حتى لأطراف أخرى، خاصة كيف نشوفه من جانب آخر نلقاو التيار والتكتل ومجموعة أخرين عاملين شبه مبادرة، بقينا في المبادرات المحتشمة غير جاذبة، ما هيش فعلا تعطي حلول، تبقى دائما تتكلم في النطاق العام والجانب السياسي وكلام يعني مشتر متعاود، يعني تراش أنه هذا يحد من أنها تكون فرصة نلقاو بديل جديد في الساحة السياسية التونسية. كلامك صحيح، حيث كمحتوى وكشكل يعني ما زلنا نعيش في الوضع التقليدي وفي صياغة المبادرات بشكل تقليدي، لكن لو فكرنا بطريقة مختلفة، يعني لو أنه لأنه بالفعل الآن جارية مشاورات وسيجلس نسيم شابي مع ممثلي المبادرة الديمقراطية يعني مع التيار والتكتل والجمهورية، ولو أنه معناها يتم التوصل إلى اتفاق حول نقاط معينة هذا سيغير بعض المعطيات ويحد من الرؤية الموجودة اللي هي قائمة على أساس أن هناك الرئيس يتصرف والبقية مشتتين لا قيمة لهم على المستوى إدارة الحياة السياسية وعلى مستوى الوزن السياسي، فبالتالي الآن مش ممكن يعني نلعن المستقبل لنترك الفرصة لهؤلاء ربما يخرجون بصيغة ما لبناء هذه الجبهة. الكلام اللي هو كلام صحيح هو أنه الجبهة هذه ما يلناش تقف فقط عند معارضة الرئيس، يعني ممكن اتفاق حول معارضة الرئيس هذه نقطة من النقاط، لكن على الجبهة دي أن تقيم معناها أولا التجربة السابقة وأن تحدد الأخطاء وأن تقدم كمنطلق لبدائل أولية تجعل التونسيين يعتبرون بأن هذه الجبهة يمكن لو نجحت أنها تدفع البلاد نحو الأمام، فبالتالي قضية البدائل تبقى مطروحة على كل طرف يريد أن يغير الأوضاع ويريد أن يكسب ثقة التونسيين. لا شك سي صلاح الدين الجوشي وأنه اليوم الأطراف الموجودة في المعارضة ستدفع نحو إنجاح يعني مبادرة أو جبهة الخلاص الوطني، والمواقف السياسية تتغير، وما قال عنه رئيس الجمهورية خصماء الأمس أصبح حلفاء اليوم، هذا كله يعني عادي في السياسة، ولكن النقاط الأساسية لهذه المبادرة ولا لهذه الجبهة هي تنطلق من إصلاحات اقتصادية سياسية بما فيها النظام السياسي والقانون الانتخابي، حوار وطني حتى لو كان دون الرئيس، انعقاد جلسة برلمانية للمصادقة على يعني نتائج ولا مخرجات هذا الحوار الوطني. هل هذه حاجات معناها نجم نطبقوها اليوم على أرض الواقع؟ ثم عديد من المسائل اللي ممكن تطبيقها، لأنه شنو اللي حاصل الآن وهذا يكون معناها واضحين، هو أن رئيس الجمهورية وضع هذه الأطراف المعارضة له في بيت مغلق، لا في نوافذ لا في شيء، وكل مرة ينقص في كمية الأكسجين، لأنه في نهاية الأمر رئيس الجمهورية يريد أن يتجاوز النخبة الحالية، يتجاوزها عن طريق تهميشها وقتلها السياسي، تصبح معناها جثث سياسية، فبطبيعة الحال مش ممكن يبقوا يتفرجوا وهم قاعدين باش يختنقوا باش ينقرضوا، فبالتالي أمامهم إمكانيات أو فرص باش يحاولوا يستثمروها إلى أقصى درجة من الاستثمار، وبالتالي إمكانية بناء هذه جبهة تنسيقية أو بناء هيئة تنسيقية هذا أمر ممكن. تحديد خطوات قادمة مثلا ربما يفكروا باش ينزلوا الشارع بشكل أكثر كثافة،
بشيء يخرج رئيس الجمهورية ببروز أمام العالم بأن هناك بديل وأن هناك معارضة تتحرك في إطار الشرعية ومش بشيء يمارسوا العنف ومش ينطلقوا من منطلقات مدنية وسلمية. وبالتالي هذا كله سيجلب انتباه العالم وسيقول أن هناك في تونس أزمة. المهم على رئيس الجمهورية أن يفكر بشكل عميق جدا، أولا أن هناك اقتصاد قاعد ينهار في تونس، وأن هناك تونسيين تعبوا وما زالوا بشي تعبوا يضربوا. والأمر الثالث الذي يجب أن يفكر فيه أنه ربما في لحظة من اللحظات يصبح هو الرئيس معزول، إذا كان كل قوى المجتمع المدني والسياسي معناها تقف ضده، بمعنى هذا يصبح هو رئيس معزول على مستوى النخب السياسية. بطبيعة الحال قصة المواطنين والشعبية وكذا تبقى مثلا نسبية لأنها قابلة للانقراض تدريجيا حسب تطور الأوضاع الاقتصادية وحسب غياب الحلول الملموسة بشتفانسة يثق في أنهم واقفين على أرض صلبة. إذا المعطيات السياسية ممكن تتغير في أي لحظة من اللحظات. وهل يمكن الحديث على بديل دون اتحاد الشغل، أم أنه اتحاد الشغل قد ينضم إلى هذه التنسيقية أو يشارك في هذا الحوار؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه في اعتقادي أنه لا يمكن تغيير موازين القوى في تونس إلا بمشاركة فعلية في اتحاد الشغل. اتحاد الشغل إلى حد الآن ماذا يفعل؟ أو القيادة نتاعه، القيادة نتاعه تقول بأنه إلى حد الآن مش ممكن يراه كليا وبشكل كامل على رئيس الجمهورية. هناك أزمة ثقة مازالت متواصلة بين الرئيس وبين القيادة النقبية. في المقابل القيادة النقبية لا تريد أن تسعى باتحاد شغل كمنظمة كبرى وأساسية إلى الاتجاه المعاكس، فتجد نفسها في تحت رفاية المعارضة أو خاصة تحت رفاية حركة النهضة. وبالتالي يقول سأستفيد من دخول المعترك السياسي من قبل الاتحاد، ستكون مستفيدة رئيسية حركة النهضة، وهذا ما ترفضه قيادة الاتحاد. الاتحاد قال نعرف طريق ثالث، الطريق الثالث هو أنه لا أكون معناها تحت رحمة الرئيس ولا تحت رحمة المعارضة والخصوص حركة النهضة، لكن هذا الطريق إلى حد الآن لم تتضح معالمه. وبالتالي ثم هناك إمكانية إلى في غياب الحلول، في غياب مبادرات جدية من قبل رئيس الجمهورية، في غياب فتح حوار وطني واسع، فبطبيعة الحال هنا الاتحاد يجد نفسه بالضرورة يقترب تدريجيا إلى مربع المعارضة. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر شنو اللي قاعد يحصل هو أن الأرض اللي كانت يوقف عليها رئيس الجمهورية يوقف على البلاد قاعدة تتآكل. وبالتالي عندما تتآكل البلاد في غياب الحلول الاقتصادية وفي غياب المبادرات الجدية، بطبيعة الحال فلنزعت المعارضة والاحتجاج تصبح هي الطاغية. وقتها ما عندنا برشا خيارات، إما على اليمين أو على اليسار. لكن سي صلاح الدين، وجود نجيب الشابي على رأس هذه المبادرة، وخاصة ما عرف به في الفترة السابقة من أنه تنقل من حزب إلى حزب وتخلى عن الحزب الجمهوري ثم ذهب لتأسيس ائتلاف مع أحزاب أخرين، وأعلن الاعتزال ثم مواقفه في وقت من الأوقات من رئيس حزب القروي، يعني كذلك تشوفش لهذه أساءت لحد بعيد أن يكون شخصية توافقية، خاصة في ظل تحالفه مع حركة النهضة. شوف شيء بشيء نعرفه منذ تقريبا 35 سنة، يعني تقريبا هذه هي طبيعته، هذاك هو طريقته. ولكن في نفس الوقت ممكن مجهول برشا انتقادات، لكن في نفس الوقت ما ننساوش اللي نجيب شبابي له وزن وله قيمة تاريخية رمزية، لأنه معناها كان دائما معارض، كان دائما يحاول أنه يغير المعطيات، معناها مش يبني حاجة معناها إلى حد ما تكون جدية. صحيح بعد تنهار تلك المحاولات. الآن في الساحة التونسيين عندناش شخصيات اعتبارية قوية قادرة بأن تقود المعارضة وتقود البلاد. هذا إحدى مصائب تونس، هذه إحدى خصائص الفقر السياسي اللي عندنا في تونس. ولذلك نجيب الشعبي تشجع وحاول انطلاقا من رصيده أن يتقدم باتجاه لأداء هذا الدور. وأنا في تقديري معناه مش ممكن حكم
حكم عليه مطبقا ممكن يؤدي هذا الدور في لحظة حرجة بها البلاد. واضح. نشكرك برشا الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل. احنا بعد شوية نعمل قراءة اقتصادية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ريكاب ميدي. نحكي توا على الاقتصاد، مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي. اليوم تونس تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أملا في التوصل إلى اتفاق تنجم تخرج به تونس من الأزمة المالية والاقتصادية اللي قاعدة تمر بها. الاجتماعات هذه تجرى في واشنطن، والوفد التونسي اللي مشى لواشنطن يتكون من محافظ البنك المركزي سيد مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتنمية سمير سعيد، ووزيرة المالية سهام البغديري تشارك افتراضيا في هذا الاجتماع. باش نرجع لي بأكثر تفاصيل مع الخبير الاقتصادي السيد محمد الصادق جبنون تو دسويت في الانترفيو دو جور. انترفيو دو جور. سي صادق جبنون عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا بك، تحية ليك وللسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معي في البلاتو سي حمدي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سؤالنا الأول سي صادق جبنون، قراءتك للجولة الجديدة من المفاوضات وزيارة وفد تونسي تكون من محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد إلى واشنطن في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعليش وزيرة المالية لم تكن مرافقة لهذا الوفد؟ شكرا. هي الزيارة هذه تأتي مثل ما تفضلت به في إطار الاجتماعات متاع الربيع لمؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بالطبع الانتقال الوفد تونسي والتكوين وهذه مسألة ملائمة ترجع يعني للحكومة، ولكن اللي نقول كونه التمثيل التونسي يعني بمستوى هام ورفيع خاصة بوجود محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد ووزيرة المالية عبر الوسائل الإلكترونية. هذا الاجتماع هو اجتماع يعني يختلف عن الاجتماعات الدورية الأخرى على خاطره يأتي في إطار متاع أزمة اقتصادية دولية غير مسبوقة بداية الكوفيد واللي مازال مع الأسف يعني مستمر، والحرب في أوكرانيا اللي كلفت إلى حد الآن العالم أجمع نقطة من النمو، يعني نقطة مئوية. نزل النمو الدولي من 4% إلى 3.5%، ومازال يعني الانحدار أكثر من هذا وارد، مما جعل انعكاس سلبي على دول العالم وبصفة خاصة على الدول التي لديها اقتصاديات تعاني من مشاكل هيكلية ومن ضعف هيكلي ومن بينها تونس. ثم على الأقل اليوم 13 دولة إفريقية تعاني من انعكاسات هذه الأزمة وعندها يعني ارتدادات سواء على المالية العمومية متاعها أو على اقتصاداتها، وتونس هي من ضمن هذه الدول خاصة مع الترقيم السيادي الأخير والمؤشرات الاقتصادية اللي جات منها ارتفاع الدين العمومي إلى حدود 91% دون اعتبار المؤسسات العمومية، ويتجاوز نسبة 110% إذا ما احتسبنا الديون العمومية والديون التي تضمن فيها الدولة. هذا مما يجعل الآن ضرورة الوصول إلى اتفاق للتمويل مع صندوق النقد الدولي نظرا لصعوبة الخروج على الأسواق الدولية بنسبة فائدة تتجاوز 16%، فبالتالي وبالترقيم السيادي الحالي، وبالتالي أصبح هذا الاتفاق يعني ضرورة حيوية للمالية العمومية وللاقتصاد التونسي بمحاور تم الإعلان عنها
وأيضا أن ننتظر مآلات المفاوضات والحوار اللي يقع الآن في واشنطن. نجم نتوقع سي صادق جبنون الخبير الاقتصادي أنه نتوصلوا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي اللي أنت حكيت عليه على المستوى التونسي ولا على المستوى الإقليمي والدولي، وخبراء الاقتصاد التونسيين تقريبا أجمعوا على أنه لازم نوصلوا إلى اتفاق الحل ولا بوادر الحل للأزمة الاقتصادية الأولى هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هل هذا الاجتماع على أهميته كما ذكرت سيتك النجم معناه نحط عليه آمال نعلق عليه آمال للوصول إلى اتفاق؟ أنا أعتقد كمسمى يعني إمكانية الوصول إلى اتفاق. علاش؟ لأنه الأمس يعني رئيس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة متاع البنك الدولي السيد مالباس أعلن كون البنك الدولي سيخصص ما يقابل 750 مليار دولار أمريكي للدول المتعثرة والتي تعاني من أزمة الكوفيد وجراء الحرب الواقعة الآن في أوكرانيا، ويقصد بالذات الدول الإفريقية من ضمنها تونس وبعض الدول في جنوب شرق آسيا وحتى دول في أوروبا الشرقية. فبالتالي تم استعداد من البنك الدولي، وتونس تحصلت أيضا على يعني في مناسبتين. المناسبة الأولى كانت في حدود 650 مليون حقوق سحب DTS أثناء جائحة الكوفيد، ثم مؤخرا 400 مليون دولار. وأيضا إذا ما تم إقرار هذه الآلية في مجلس الإدارة البنك الدولي سيكون لتونس فيها يعني جزء. وصندوق النقد الدولي في حد ذاته أعلن عن إحداث صندوق ائتماني بقيمة 45 مليار دولار يقع إنشاؤه يوم 1 مايو، ومجال التدخل متاعه هو دعم ميزانيات التصرف والمشاريع التي تستهدف مساعدة الدول التي تعاني مرة أخرى من جائحة الكوفيد ومن الحرب الأوكرانية في قطاعات محددة، منها الانتقال الطاقي، المحافظة على البيئة، مقاومة ندرة المياه. وهذا لأول مرة يعني صندوق النقد الدولي يتداخل في العمل متاعه مع البنك الدولي وكونه باش يقوم بتسخير القطاع الخاص. ما تنساش الآن كونه في الاجتماعات في واشنطن هنالك اجتماع آخر يعني تنظمه الغرفة التجارية الأمريكية، ويستهدف تدعيم الاستثمار في تونس. أنا أعتقد كونه سنصل الاتفاق، لكن المرة هذه لابد على الجانب التونسي أنه يعني يبرهن أنه سيلتزم بالاتفاقات وما تقعش كما زوج مرات اللي فاتوا كل مرة يقع يعني إمضاء على الاتفاق ثم التخلي عنه يعني في نصف الطريق. وبالتالي لابد من إمضاء هذه الإصلاحات اللي نعاود نذكر كونه قبل حتى ما تكون يعني من طلبات صندوق النقد الدولي هي يعني طلبات من الداخل التونسي، سواء فيها جزء يهم تحسين مناخ الاستثمار، جزء يهم التحكم في طريقة الإنفاق في المالية العمومية وترشيد الإنفاق والحوكمة والإصلاح الإصلاح المعلومة واعتماد المعايير المحاسبية التي يقع اعتمادها الآن على الصعيد الدولي، منها المعايير يعني المالية العمومية إبساس ومعايير يعني الإفاغاس اللي تعطي مصداقية أكثر للأرقام ودقة أكثر للأرقام. وهذا الطلب يعني هي في مشمل يعني الطلبات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للتحكم في تفاقم العجز، سواء العجز في ميزان الدفعات أو العجز في الميزانية عموما. طيب سي صادق جبنون، نرجع معاك على تصريح أدلت به المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تقول وأنه الصندوق سيحاول الضغط على تونس لإقناعها بالموافقة على إعادة جدولة ديونها. هل إعادة جدولة الديون ستدفع تونس؟ وهوني النجم نقول وأنه الصندوق هل يدفع تونس نحو نادي باريس مثلا؟ شوفوا وراءه في الخضم هذا، بل حتى يعني ما تقع المفاوضات والحوارات كل يعني من الأطراف في العادة يقدم الرؤية متاعه، ونعتبر كون التصريح هذا هو تقديم للرؤية بتاعت رئيس صندوق النقد الدولي سيدة جورجيفا، ولكن ليس بشرطه. يمكن يقع
يعني إعادة الهيكل الجزئي يمكن يقع إيجاد حلول أخرى ما دام يعني الحوار انطلق الآن. الخير ننتظر المخرجات بتاعه قبل ما نقدم من الأحكام. هي على كل حال قالت هذا في حول ثلاثة دول كمرحلة أولى، تقصد تونس وسريلانكا ومصر، نظرا لارتفاع المخاطر على المخاطر السيادية على الديون. ومن ناحية أخرى في نفس الحوار اللي يرد على وكالة اللي يرد على تلفزيون بلومبرغ، تكلم أيضا أحد رؤساء الصناديق المضاربة التي تستثمر في السندات السيادية التونسية. نعرف كون السيادات التونسية باليورو تتجاوز يعني 5 مليار دولار، وقال كونه ما ثمش فايدة من إعادة هيكلة على يعني على مبلغ بهذه يعني بهذه يعني القلة بالنسبة اللي هو بالطبع يعني كمستثمر. فبالتالي باش يصير اعتقد كونه حوار، لكن ما زلنا نخافوا اكثر من اللازم. هنالك دول عارضت جدول الديون نتاعها 3 مرات، اولها يعني المغرب يعني الشقيق. هنالك عديد الدول اللي قامت باعاده جدول الديون، ما كانتش المساله يعني دراماتيكيه بصفه هذه. المهم هو كون يكون عندنا خطه للتعافي الاقتصادي وللاصلاح الاقتصادي وللتحكم في عجز الماليه العموميه. هذه في حد ذاتها تمكن من تجاوز الحل الظرفي اللي هو اللجوء الضروري يعني مع يعني مع الأسف لصندوق النقد الدولي، لكن الأهم حتى من صندوق النقد الدولي هو خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي وإصلاح المالية العمومية، باش ما نعاودوش نرجعوا لنفس يعني الدائرة هذه. بقى من بعد مع العلم كون اليوم راهي الديون الديون العالمية بصفة عامة 53% منها يعني خارج يعني نادي باريس لدى الصناديق الاستثمارية الخاصة، وهي مشكلة أكثر حتى من نادي باريس. بالنسبة لتونس الدين الخارجي ماهوش يعني حاجة كبيرة، ما يكونش يعني 25%. بقية الديون هي ديون ثنائية أصلا مع يعني المملكة العربية السعودية وفرنسا، والجزء الأهم مع المقرضين المؤسساتيين يعني البنك الدولي، صندوق النقد، البنك الأفريقي للتنمية. مؤخرا خذينا زاد حصلنا على قرض لدعم الميزانية يعني من أفريكان بانك، البنك الأفريقي لدعم الصادرات ب 700 مليون دولار. أعتقد أنه الآن ما زالت المفاوضات جارية، وعلى كل حال باش ما نقولش يعني مسألة يعني متفائل ولا متشائم، مش هذا يعني مش هذا المجال، لكن نقوله بطريقة عقلانية. أعتقد سوف يقع الحصول على اتفاق مع التزام الجانب التونسي بإنفاذ الإصلاحات، وهو التزام عادي يقع في كل الاتفاقيات الدولية التي ينتظر منها جدية كل الأطراف المساهمة فيها. سي محمد صادق مرحبا بك. أهلا بك، مرحبا. صحيح احنا بعيد على جانب التفاؤل والجانب العاطفي، يعني هذا احنا كنا نحبه ماذا بينا تونس تطلع من هذه المرحلة الصعبة. تراش انه اولا الوضع الاقتصادي العالمي سهل لنا ربما احنا كتونس رغم تعثرنا السابق وعدم إيفائنا بعديد الوعود انه نكون ضمن الدول اللي ستتحصل على مبدئيا سعى المنحة او القرض اللي اعلن عليه البارح مدير التنفيذي للصندوق. ثانيا انه الاصلاحات اللي تقوم بها الحكومة التونسية من الرفع التدريجي عن المحروقات، ربما الاصلاح على مستوى الوظيفة العمومية، وتوا ثم حوار بدأ مع اتحاد العام التونسي للشغل حول الجانب هذا ما بين رئيس الحكومة وما بين المكتب التنفيذي، أن كل هذه الإجراءات قد تعجل أو تجعل تونس من الدول اللي ممكن أولا تتمتع بالقروض والمنح اللي هي مدرجة، ثانيا أن التعافي تعافي الاقتصاد التونسي ممكن في ظل ربما عودة السياحة وعودة الجانب الاستثمار معناها من الخارج، ربما أزمة أوكرانيا وما ستفيزه من ربما مؤسسات تنتقل إلى شمال إفريقيا، وقاعدين نشوفه حتى في خطاب ماكرون وغيره اللي هو إيجابي من ناحية شمال إفريقيا. وهذا ما رأيك سيد الكريم؟ نعم، شكرا. هو في واقع الأمر اليوم
نجم نقولوا يعني ربما صارت نافعة. نعم. الحكم كونه اليوم الأزمة اللي واقع اليوم في الصين اللي هي على نفس الأهمية راهم تاع الحرب اللي في أوكرانيا، غير بركة يعني واحدة عندها يعني تغطية إعلامية هامة والأخرى أقل يعني اهتمام من وسائل الإعلام. عودة يعني الكوفيد عفوا بالجائحة نتاعو أدى اليوم إلى مرة أخرى إلى قطع سلاسل الإمداد، ورفع باش يرفع حتما كلفة النقل انطلاقا من آسيا ومن مضيق ملكا يعني طريق الحرير والسلع الموردة من الصين، أصلا عندهم نسبة نمو بالطبع بقات إيجابية لكنها يعني هبطت 4.8%. والآن أوروبا اللي هي الفاعل الاقتصادي الرئيسي على الصعيد الدولي ولات تشوف للمحيط القريب منها، يعني ولات تشوف المغرب، تونس، مصر، الجزائر. نعم. ما نحكيش عليه بأثناء مشاكل أخرى، لكن قاد يعني اليوم تونس عادت وقاعد تشوف اليوم اهتمام عديد الصناعيين في أوروبا خاصة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمار في تونس. ولكن شنو هي ديما الإشكالات؟ يقول لك شنو الإشكالات نتاعكم أنتم؟ يعني هي ديما نرجع نفس الشيء، يعني البيروقراطية، القوانين المعطلة، مجلة الصرف، اللوجستيك، بالرغم باللي اليوم باش تجيب يعني كونتينر من آسيا يمكن يوصل لك حيفوت لك حتى يعني 20,000 إلى 40,000 دولار، بينما كان فض المشكلة متاع بورترانش ونشوفوا البورت الآخر يا إما باش يصير بالحق في نفيذة ولا يتحول البنزرت، لكن يقع اتخاذ القرار والانطلاق نهائيا. نعم. يعني مش نقعدوش يعني في الإنجاز متاعه عشرات السنين، راهو يعني الميناء في المياه العميقة اليوم بالوسائل الحديثة يتم إنجازه يعني في عامين، يعني يقع اتخاذ قرارات والتخلص من البيروقراطية والدخول في سياق تنافسي عالي ينجم يوصلنا للخروج من الأزمة هذه في ظرف يعني 3 سنوات. إضافة اللي بان فضلت به سيادتك، راهو المدير التنفيذي للبنك الدولي السيد مالباس أعلن بجدية ما فيهاش مثلا يعني البارح اللي جاء من وقاعة تعميمه في وسائل الإعلام الكل وقع تخصيص المبلغ الهام هذا، المبلغ الضخم هذا. نعم. وتونس عندها باي في بما أن تونس عضو مؤسس وعضو موجود في البنك الدولي وفي الصندوق النقد الدولي. بالنسبة للموسم السياحي هنالك عودة للاهتمام الأوروبي بتونس وبال يعني المواقع السياحية القريبة من أوروبا، يعني شمال البحر الأبيض المتوسط، جي تونس، مصر، المغرب، هذه الدول السياحية الأساسية. لكن هنا مرة أخرى ترجع بالرغم من احنا هنا في تونس ما نعطيوهاش أهمية، وأحيانا مع الأسف تثير حتى بعض السخرية سمحني الكلمة لدى الرأي العام أو لدى وسائل الاتصال الاجتماعي، نسبة التلقيح. علاش؟ على خاطر في الناحية الصحية يقول لك 60% تكفي، وتونس عندها نسبة محترمة من الناحية ما قلناش لا، لكن من الناحية الاقتصادية وانت كي تحب تمشي القطاع السياحي وتحب تجيب المستثمرين، اول حاجه يقول لها لك وكالات الاستثمار والتصنيف قداش نسبه التلقيح عندك حتى بالجرعه الثالثه وحتى يعني بالجرعه الرابعه، يعني يستحسن يكون تكون نسبه التلقيح توصل 80% فما فوق. علاش؟ اكثر ما ترتفع النسبه هذه اكثر ما نسبه النمو ترتفع معها. ولدينا مثال حي، الفرق اليوم ما بين ايطاليا اللي وصلت فيها 91% واللي وصلت نسبه النمو قبل الحرب الى 7%، وتجاوزت حتى دول في شمال أوروبا كما يعني فرنسا وألمانيا، ودول اللي بقات فيها نسبة التلقيح هذا داخل حتى الاتحاد الأوروبي، يعني قلنا مشيناش مناطق أخرى. الفرق في النمو ما بين إيطاليا وألمانيا هو فرق هام وشاسع. علاش؟ حتى إيطاليا قامت يعني بحملة تلقيح واسعة وكبيرة برشا، وحس هو اللي في نهاية الأمر إجبارية. علاش إجبارية؟ باش الناس ما يمرضوش برشا وما يتعطلش الرأس مال البشري وما تتعطلش آلة الإنتاج والتصدير والخدمات، وقطاع السياحة جيدا سيادتكم هو قطاع يقوم على الخدمات والعنصر يعني البشري أساسا. فبالتالي العنصر هذا هو العامل الأول، ويجي في كل اعتبارات وكالات التصنيف وحتى المؤسسات الخاصة للدراسات الاقتصادية. ثم سهولة إنجاز الأعمال، ثم اللوجستيك، ثم الانفتاح الاقتصادي والجانب الجبال، هذه كلها يعني عناصر يمكن العمل فيها لو توفرت إرادة حقيقية وقوية للبدء فيها في أسرع وقت ممكن، باش ما نقعدوش دائما في نفس الدائرة هذه. وكما قلت لك لو كانت توفر العناصر هذه يمكن الخروج من هذه الأزمة في ظرف 3 سنوات، بالطبع بقطع النظر عن المعطيات الأخرى سواء المعطى السياسي وغيره، لكن من ناحية اقتصادية لو توفرت هذه مع نوع من الاستقرار ووضوح الرؤية يمكن يعطينا إمكانية للخروج في ظرف 3 سنين، وهو يعتبر يعني رقم ويعتبر مدة ممتازة بالنسبة لدولة
يعني كيفنا نحن في المستوى متاع يعني تريبل سي الآن. سي صادق جبنون، نحب نسألك هوني على دور الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة وأنه الصندوق طالب بتشريك الاتحاد يعني ودخوله في مفاوضات مع الحكومة من أجل الخروج باتفاق واضح يمشي به هذا الوفد إلى صندوق النقد الدولي. بماذا ذهب هذا الوفد إلى واشنطن اليوم، خاصة وأنه نعرف موقف اتحاد الشغل من الإصلاحات اللي تشمل كتلة الأجور اللي تشمل رفع الدعم والمؤسسة العمومية؟ هو في كل مرة يعني سواء قبل سواء في فترة السيد الحبيب السيد أو في فترة حكومة يوسف الشاهد، كل مرة يقع التعلق أو كل مرة يعني العقبة الأساسية هي عدم وجود اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يرفض الإصلاحات الهيكلية بما فيها إعادة هيكلة القطاع العمومي من إعادة هيكلة المؤسسات، وحتى خلينا نقول الكلمة يعني الخصخصة متاعها اليوم يعني الأرجنتين تحصلت على 51 مليار دولار، لكن أيضا قامت بخصخصة الجزء هام من قطاعها العمومي وبقات أعطت الأولوية للقطاعات الرئيسية اللي هي الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والقطاعات التنافسية تخلت عنها. فهذا أعتقد أنه اليوم من الشروط الأساسية أو من النقاط الأساسية اللي يطرحها صندوق النقد والبنك الدولي، خاصة أنه القطاع العام في تونس بهيكلته الحالية اللي تعود إلى الستينات من القرن الماضي يمنع تطور نسبة النمو ويخلاها من هنا إلى 2030 حتى 2036 في حدود يعني 2.5% إلى 3%، وهو ما أكده مؤخرا يعني التقرير متاع البنك الدولي. بالتالي ما يمكنش من نسب نمو مرتفعة نظرا لغياب التنافسية وغياب يعني ما يعرف ما يتعارف يعني بالحريات الاقتصادية. فبالتالي هذا هو عنصر رئيسي من هذه الإصلاحات الهيكلية، وهذا علاش يطلب الصندوق الاتفاق أولا مع الاتحاد العام التونسي للشغل والفاعلين يعني الاقتصاديين الرئيسيين منهم اتحاد الصناعة والتجارة والغرف التجارية والقطاع الفلاحي ممثلي القطاع الفلاحي، يعني يطلب هذا باش من بعد ما يقولوا يشرعوا يعني إملاءات من صندوق النقد، يعني باش تكون اتفاق مع صندوق النقد. بالتالي يطلب اتفاق أولي داخل تونس اللي كل الأطراف يقول يعني تعرف روح على شنو باش ندخلوا. ولكن نعرف موقف اتحاد الشغل سي صادق، انه يقول لك انا موقفي واضح من مثلا من المس من المقدرة الشرائية بمعنى رفع الدعم ولا تجميد الأجور ولا المفاوضات الاجتماعية. اليوم اتحاد الشغل يقول لك زدنا لا مناص راني ماشي في مفاوضات اجتماعية. خلينا نقول لك حاجة، هو راهو من ناحية البنك الدولي صندوق النقد ما ثماش ضوء أحمر بالنسبة لزيادة الأجور وبالنسبة للجانب الاجتماعي، والدليل على كلامي كونه تدخل توا مرتين ويمكن مرة ثالثة إذا جاء في الطريق للتدخل من الناحية الاجتماعية للحد من آثار هذه الإجراءات من الناحية الاجتماعية. علاش هو نقول لك الغايه نتاعي مش كما في الستينات والسبعينات نعطيك الورود ونعطيك هذيك الوصفه نتاع يعني التوازن المالي وتبقى انت من بعد يعني في الاشكال الاجتماعي، لا، وهذا بين كونه توازن تدخلات لكن في المدى الاجتماعي، لكن ما يطلبش الغاء الدعم لكن اعاده هيكله الدعم. على العلم اليوم كانوا الدعم في تونس يستفادوا منه كان يعني 15%، انت تلقى السياره اللي فيها يعني 15 زايله و 18 زايله و 30 زايله تدفع بنفس السعر اللي تدفع به السيارات الاخرى. تلقى ثم اشكال كونه ما وقعش الانتقال الطاقي السيارات الهجينه مثلا والكهربائيه، ولو انه ثم اطار قانوني لكنه مازال اولي لكنها يعني مع الاسف يعني ما انتشرتش. يعني بالتالي لابد الان من التفرقه في مستوى الدعم يعني توجيهه للمستحقين الدعم، ويمكن يقع تعويض جزء من الدعم بزيادات مجزيه في الاجور. هنا ما ثماش فيتو معين لو كان يقع بالطبع ارفاقها بإصلاحات تزيد من التنافسية ومن الأداء داخل القطاع العمومي دون يعني دون ننسى القطاع الخاص اللي عنده أصل يعني المسار نتاعه. سي صادق، في الإطار هذايا وقعت الأسبوع اللي فات جلسة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل بكل المكونات نتاعه والمكتب التنفيذي مع رئيس الحكومة، والغريب أنه الموضوع اللي كان طرحه هو حول قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي للمؤسسات ذات الصبغة العمومية، يعني بعدوا برشا على حكاية هذايا الزيادة في الأجور. تراش أنه هذا مؤشر أنه ثم اتفاق أنه نبدأ نخدموا على محاور أخرى ونخليه حكاية هذه الزيادة في الأجور جانبا؟ يمكن ما احس ان كنت يعني حاضر معاهم، لكن لازم نقول لعل يكون يعني ثم اتفاق على اللي يبداوا بالامور سهله ثم يمشوا المواضيع الاخرى. لكن على كل حال لا، هو الاتحاد موقفه واضح، هو مصر على الدخول في مفاوضات يعني مع الحكومه، مفاوضات اجتماعيه يعني.
نعم بالطبع، فما ممكن اليوم مش كان مفاوضات اجتماعية، اليوم المطروح هو التفاوض على المستقبل الاقتصادي لتونس وهو أشمل من ثلاث وجوه. علاش قلت لك أنا راهو ما ثماش يعني ضوء أحمر من المؤسسات الممولة على مسألة الوجوه، ثم يعني رفض لمواصلة طريقة الاعتماد الدعم اللي قلت لك ترجع يعني لفترة يعني قديمة من القرن الماضي للستينات، وقتها أمام ضعف الأجور أعطوا آلية الدعم، اليوم ما عادش تقدر تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد. نحن قاعدين نعيش في الثورة الصناعية الرابعة، 70% من مواطن الشغل الموجودة اليوم راهي باش يعني تختفي لصالح مهن أخرى، فبالتالي لابد من التفاوض يكون شامل على المنوال الاقتصادي وبما فيه أيضا الجانب الاجتماعي. ما يمنعش كون اليوم لابد من عادة هيكلة الدعم، في نفس الوقت تم تدخل بتاع البنك الدولي على الصعيد الاجتماعي بما فيه القبول بمبدأ زيادات في الأجور، لكن في خضم الإصلاحات الهيكلية. ما نبقاوش يعني كما قبل يعني زيد الماء زيد الدخيل والتضخم المالي، ما تنساش طوره في 7.2% كمعدل، وبالنسبة للمواد الغذائية وصل 20%، وهذه في يعني في بعض المواد الغذائية المحال مش الكل، لكن هذا مؤشر كونه لابد الآن من تغيير هذا المنوال وطريقة الإنتاج والاعتماد على استقطاب الاستثمار سواء الداخلي والخارجي، وهذا باش يكون الموضوع الرئيسي اللي توا في واشنطن، ولعل الأيام المقبلة يعني المقبلة تخبرنا أكثر بنتائج هذه المفاوضات. واضح أكيد باش نكونوا في متابعة لنتائج هذه المفاوضات. مشكور جدا سيد محمد صدق جبنون الخبير الاقتصادي على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل اللي تتعلق بمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والوضع الاقتصادي في البلاد. بعد شوية في ديفيغ نيوز باش نمشيو إلى الأراضي الفلسطينية وما يحدث في القدس. ريكاب ميدي. نشوفوا آخر التطورات. الكيان الصهيوني واصل الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية، اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى، غارات اليوم على قطاع غزة، وتطورات ميدانية خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دونك معايا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، وضيفنا في ديفيغ نيوز السيد أمجد شاوة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. تتسويت في ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز. السيد أمجد شاوة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. شكرا لك على قبول الدعوة. سيد أمجد، لو كان تعطينا فكرة على التطورات في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته المسلمة كافة الاتفاقيات والمعاهدات وخاصة القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني، ويضرب بعرض الحائط كل تدخلاته من أجل حقوق شعبنا الفلسطيني وعدم الزج بحق العبادة كما يحدث في المسجد الأقصى الآن في هذا الشهر في شهر رمضان، بخاصة الاعتداءات التي قام بها المستوطنين من عملية اقتحام في المسجد الأقصى واعتداء على المصلين والمرابطات من شابات وأيضا مرابطين من شباب ومسلمين وغيرهم في محاولة لحماية المسجد الأقصى ومحاولة أيضا تدنيس التي يقوم بها يوميا من خلال تمكين مئات المستوطنين في عملية استفزازية للمشاهدة المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع. في ذات الوقت عمليات القتل التي شاهدناها على خارج إطار القضاء، طبعا خارج القضاء عمليات اغتيال قامت بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية في مناطق مختلفة، وأيضا تشديد الحركة على الحوادث. أيضا اليوم كان هناك مسيرة استفزازية للمستوطنين في منطقة جنين. الاحتلال يحاول مرة أخرى أن يستفز المواطنين الفلسطينيين وأن يحقق بعض الخطوات ما يتعلق بذلك قبل هذه الحكومة اليمينية كانت أبسط حقوق الإنسان، وأيضا في ظل حد الصمت الدولي المؤسف والذي ينتهج الإزدواجية. عندما أتحدث عن الأزمة الأوكرانية الروسية نشأت تسارعا في الخطوات الانتخابية من أجل عمليات
المحاسبة والمساءلة، وأيضا دعم المدني، دعم المساحة، ونشهد للأسف صمت دولي مطلق اتجاه هذه الحالة المستمرة منذ عشرات السنوات في ظل استمرار الاحتلال لاعتداءات ليس فقط حق شعبنا بل حق الإنسانية أيضا. الأمر الذي يتطلب أولا تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في فلسطين بشكل خاص وفي القدس بشكل أخص. طيب أستاذ أمجد شوى، رجاء أن تعلي صوتك شوية لأن الصوت أحيانا يكون غير واضح يعني بشكل جيد. طبعا يعني احنا نتابع تطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، وقبل ما نحكي على الدعم العربي بين ظفرين للفلسطينيين، هناك أيضا اليوم تطورات ميدانية جديدة في قطاع غزة. نعم بالفعل كان هناك عملية قصف لأحد المواقع من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لموقع في جنوب قطاع غزة، مما خلف ضربات كبيرة، ولكن هذا طبعا هذه الغارة الأولى التي نشهدها منذ عام، منذ تقريبا حرب التي شهدناها في مايو أيار الماضي. هذا التصعيد الإسرائيلي طبعا يترافق مع التصعيد الذي يحدث في الضفة والقدس، وقطاع غزة طبعا له حالة خاصة في الاستمرار العام الخامس عشر على التوالي من الحصار، وربع مليون تداعيات هذا الحصار بكل تفاصيل وبمعنى الكلمة، نسب الفقر والبطالة والانعدام الأمني التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة. حتى للأسف عملية إعمار البيوت التي دمرت في حرب 2021 للأسف حتى الآن هناك آلاف الوحدات السكنية التي تنتظر عملية الإعمار، هناك أسر من أطفال ونساء وشيوخ تنتظر عملية الإعمار، وأيضا البنى التحتية من شوارع ومؤسسات دمر الاحتلال الإسرائيلي أيضا لم تعمر. بعد الاحتلال طبعا يفرض حصارا ممنهجا بمعنى الكلمة من إدخال من دخول وأيضا خروج من منتجات وغيرها، حتى في قطاع الصيد الذي يسيطر على حركة الاحتلال الإسرائيلي. وهنا نؤكد أن على حراك عربي أولا باتجاه محاسبة ومساءلة ومعزز الاحتلال، وأيضا توفير الدعم لتعزيز صمود أبناء شعبنا في فلسطين وبشكل أخص طيب. ذكرت في نعم سيد أمجد، نحب نسأل على موقف السلطة الفلسطينية من التطورات الميدانية يعني في الأراضي الفلسطينية ولا في قطاع غزة وفي المسجد الأقصى. هل قامت بتحركات دبلوماسية؟ هل وجهت نداءات دولية أمام الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؟ يعني السلطة الفلسطينية هناك تقوم بتحركات سواء على الصعيد العربي أو الصعيد الدولي وأيضا على صعيد إدارة هذا الملف، ولكن نحن أيضا نتحدث عن انقسام سياسي فلسطيني للأسف الشديد. هناك انقسام بين على المستوى السياسي، وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير جدا على دور وقوة هذا التحرك الذي قد تقوم به السلطة الفلسطينية. مطلوب أن نحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل القدس، من أجل طبعا كل مواطن على فلسطيني، وأيضا من أجل قضية وطنية فلسطينية. يجب أن نحقق هذه الوحدة الفلسطينية وأن ننهي ملف هذا الانقسام الذي يؤثر بشكل خطير على منظومة الصمود الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية. السلطة وحركة حماس مطالبين بإنهاء هذا الملف والتحرك معا من أجل إسناد ودعم قضية الوطنية الفلسطينية في مختلف المستويات سواء على الصعيد العربي أو الدولي. طيب سيد أمجد، كيف تقرأ المواقف العربية
مما يحدث في الأراضي الفلسطينية. نلقاو مثلا وزير الخارجية التونسي أجرى جملة من المحادثات والاتصالات بخصوص الوضع في القدس مع وزراء خارجيات فلسطين والجزائر والأردن. كذلك نلقاو بعض الإدانات وإن كانت محتشمة مثلا للمغرب. نلقاو أيضا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجه برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعاه إلى اتخاذ إجراءات إزاء الاعتداءات على المسجد الأقصى. هل تكفي هذه الدعوات وهذه التحركات وهذه الاتصالات للتأثير في مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية؟ من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه. سيد أمجد لو تسمح تعلي صوتك شوية رجاء. للأسف الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه، هذا هو ونحن عليه. يجب أن يكون هناك حراكا جديا وحقيقيا من أجل الضغط لوقف هذه الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. كما يعني أولا التحرك على صعيد البرلمان الأوروبي والفوضية الأوروبية ومختلف دول العالم من أجل التحرك للضغط، قد يكون هناك موقف دولي لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال، وأيضا لعزل دولة الاحتلال وبحث ما يقوم بالاحتلال مع عمليات قتل. هناك 4 نساء قتلنا خلال، هناك أم لستة أطفال أرملة قتلت برصاص الاحتلال. هناك شواهد وهناك شهادات على هذه الجرائم، وهناك أيضا مطالب من أجل نحن نطالب بإنفاذ وتحقيق العدالة ليس أكثر. فبالتالي على الشعوب أولا أيضا الدول والحكومات أن تتحرك من أجل الضغط لوقف هذا النزيف وهذا القتل الممنهج وأيضا هذا الحصار وهذا الاستيلاء الذي يقوم بالاحتلال الإسرائيلي لأراضينا وبيوتنا كما في القدس والضفة الغربية، وفرض معادلة الاستيطان على شعبنا الفلسطيني. أستاذ أمجد مرحبا بك. أهلا وسهلا. على مستوى الصمت الدولي لاحظوا مؤخرا أنه بوتين أصدر يعني بيان أو خطاب يتحدث فيه عن غزة باعتبارها سجن مفتوح وباعتبار الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى جرائم حرب. تراس أنه الحرب الأوكرانية قد تغير من ميزان القوى الدولي وتسمح القطب الواحد اللي عشناه لفترات واللي ما كما قلت سيادتك الإدانات وغيره لم تكن في المستوى وإسرائيل ما تسمحهاش. اليوم أنه بوجود قطب سياسي ثاني قد يكون فيه جدوى أخرى ونجم نطرح قضية فلسطين بشكل جديد. يعني أولا دعونا نعمل ذلك، ولكن نحن نراهن نراهن على ماذا سيد أمجد؟ نراهن على شعوبنا العربية وعلى أيضا حكوماتنا العربية التي لديها حراك. أولا ما تحدثت به روسيا بشأن غزة وبشأن القضية الوطنية الفلسطينية وهو كرد فعل على موقف إسرائيل من الأزمة الأوكرانية الروسية. نعم، ولكن هناك أيضا نحن نؤكد على أن الذي تعرض للقصف والغارات والقتل الممنهج على مشهد من العالم أجمع لم يكن هناك تحرك من أي طرف دولي إسرائيلي ومحاسبة إسرائيل اتجاه هذه الجرائم. هناك 4 حروب تعرضت لها قطاع غزة في سنوات قليلة من دمار وقتل وأيضا تدمير لكل مقومات الحياة في القطاع غزة. فبالتالي يعني نراهن أولا على عدالة هذه القضية، قضية شعبنا، وثانيا على حراك يكون من كل الأطراف التي تؤمن بالعدالة ومنظومة حقوق الإنسان من أجل إدانة هذه الاعتداءات ليس فقط على الصعيد اللفظي بل أيضا من خلال تحرك
لعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا عمل باتجاه محاسبتها ومساءلتها على هذه الجرائم التي ارتكبت والتي لم تسقط بالتقدير. سيد أمجد، هل يمكن الحديث عن تحرك لعزل المحتل الصهيوني في ظل التطبيع، تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المغرب؟ نحكي أيضا على مشاركة الإمارات، وحسب وسائل أعلام إسرائيلية تقول أن طائرات إماراتية ستشارك لأول مرة يعني في عرض سيقام احتفالا بما يسمى بين ظفرين يوم الاستقلال الإسرائيلي، وهو ذكرى النكبة الفلسطينية. هذه مصيبة كبرى أن نحتفل نحن العرب ونشارك في احتفالات مسمى استقلال دولة الاحتلال. يجب أن يكون هناك وقفة جادة باتجاه هذه التهجمة والعمل باتجاه رفض هذا المسلسل وهذا التداعي الخطير باتجاه موضوع التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. نحن كما ذكرت نراهن على الشعب، وأيضا نراهن على الدول التي تحترم منظومة العدالة وحقوق الإنسان. ندعو كل هذه الدول للتراجع التي هي مؤامرة بالأساس وضعتها الإدارة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تفرقة تنظيف الموقف العربي سواء على الصعيدين الشعبي أو الصعيد الرسمي، وهذا أمر خطير جدا وتموج الاحتلال في هذه الدول بشكل أو بآخر. نحن نؤكد على مركزية القضية الوطنية الفلسطينية بالنسبة لشعوب أمتنا العربية، وبالتالي نحن مطمئنين أنا التي نأمل أن يكون استنهاض أكثر من قبل هذه الشعوب باتجاه حماية المقدسات. وعندما أتحدث عن المقدسات ولا أتحدث فقط عن الأماكن بل أتحدث أيضا عن المبادئ. هل ينتظر الفلسطينيون تحركات ومواقف جدية من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية، من القوى الغربية، من الأمم المتحدة، أم أنه أيضا لا جدوى من الانتظار أن يكون فما موقف جدي من هذه الأطراف بخصوص التطورات الأخيرة على الأقل؟ يعني شعبنا الفلسطيني سيواصل العمل على كل المساحات والمسارات من أجل أن يكون هناك استنهاض لهذا القوة ولهذا الدعم لقضيتنا الوطنية الفلسطينية، سواء في صعيد أوروبا أو على صعيد التطور لافت في الكونغرس الأمريكي، أن هناك لوبي ذات يدعم القضية حقوق شعبنا الفلسطيني، وهذا يجب أن يتوسع ويتعزز. هناك مؤسسات أمريكية مختلفة اليوم تؤمن بفرض المقاطعة والعزلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا في أوروبا هناك تحركات مختلفة على الرغم من التوجه اليميني، ولكن هناك أيضا مسارات أخرى تتحرك. هذه المسارات يجب أن يتم تعزيزها، وهنا طبعا التحرك الفلسطيني لا يكفي، يجب أن يكون هناك تحرك من القطاعات المجتمع المدني العربي باتجاه دعم هذه التحركات ومن أجل عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لا بد من الإشارة أن ما قام بالاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية من وصف وتصنيف 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وهي ما يسمى بالإرهابية، وهذه طبعا سابقة لم تحدث في أي منطقة أخرى. عندما يتم وصف منظمات المجتمع المدني بالإرهاب هذا طبعا في دولة الاحتلال، الأمر الذي أيضا يجب أن يواجه بقوة من قبل المجتمع العربي أو العالم. نختم معك أستاذ أمجد بسؤال، هل هناك استعداد لتجاوز الانقسامات الفلسطينية الفلسطينية لتحقيق تقدم ويعني توحد كل الأطراف في جبهة واحدة وإلا في صف واحد لمواجهة الاحتلال الغاشم؟ يعني هذا الجهد مستمر ومتواصل، وأؤكد لك أن الشعب الفلسطيني كشعب واحد، وللأسف هناك انقسام بين بعض القدس. ما يحدث في القدس هو تأكيد مؤكد على
هذه الوحدة الشعبية التي أفرزها شعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وبالتالي هناك أشكال من أشكال الوحدة التي تتحقق، ولكن هذا يجب أن يتعزز من هذا الانقسام السياسي. هناك جهود تبذل من مصر وأيضا من الجزائر، نعمل أن تنجز أن يتم إنجاز اتفاق من شأنه إنهاء هذه المرحلة المأساوية التي عشناها والتي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق هذا الانقسام وأيضا تعميق المأساة في مصر. واضح، مشكور جدا السيد أمجد شاوة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص التطورات الميدانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى. هكذا نكون وصلنا إلى ختام غيكاب ميدي لليوم. نشكر سي حمدي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، نشكر فريق البرنامج أيمن ليغا في الإخراج التقني، سيف بولعرس في الديجيتال. كنت معكم سهام حمدي في الميكرو من نص النهار حتى التوى. تحية زيادة لزميلتنا أنس الهمامي في ستوندار. نتقابل غدوة في غيكاب جديدة في لمن غيكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم.